أربع أشهر تركت بها سلسلة تخريب البثوث وبدت الناس ترجع تبث بدون مشاكل. هلا والله منور سيمو. لايكات منورين. بهذا المقطع خربنا بثين واستفزيتهم بشتى وجميع أنواع الطرق. ديسلايكات، تعليقات سلبية، عدم احترام، تكبر، كل شيء. بنهاية الفيديو راح أخلي لكم ردة فعلهم بعد ما عرفوا أنه هذا مقلب. شكرا للشباب اللي شاركوا بهذه المهمة الحقيرة. اترككم يا الفيديو. اريوس من اخلاق العرب راح اطب لك كلش بالك. يا رد السلام. رد السلام ترى سلمت. من اخلاق العرب ثقيلة هاي. ثقيلة شوية ما اقرا ثقيلة. كلش بصعب عليها. ايش نص ساعة. هلا بس هلا بيك يا قلبي. وعليكم السلام. طيب ليش فاتح بث؟ بث اذا ما تقرا التعليقات. طيب ليش فاتح بث اذا ما تقرا التعليقات صديقي؟ يغلس ما جاوب. عيب عليك. ليش ما ترد؟ وجاي يرد والناس تقول عيب عليك ليش ما ترد؟ يحبوا انا عندي مليون. يقول سبعان باسمك. يحبوا عندي انا مليون ونص بس الفرق بيني وبين مليون. ارد على التعليقات وما اتكبر. وانت 181 مشترك كنت تتكبر على انه عم برد على التعليقات. ما في تعليق يمر علي من لما بلشت ابث لهلا الا ما قراته. واذا كان حلو شكرت صاحبه، واذا كان عم بيسيء لي ما تكلمت فيه، قراته وسكتت. او اذا ضايقتني من جد او عمل لي اشي ارد على صاحبه. انت 181 مشترك. او دان تعال بالله عليك تعال اللعبة. تعال اللعبة لانه من جد قوتت مخي بصراحة. شكلك ما تحترم متابعينك راح اشيل الاشتراك. جاي يا ولد راح اشتغل اكس موبا. لا بس اللي صار انه عم تقول شو يقول؟ عم تقول لي تكبر. ما جاي نكتب بالتعليقات ما يعني ما تهتم. وكأنه لا شيء. لعب عليك. طيب اسمع اقول لك احنا بارك هسه انا من اسوي بث يجون يمكن 100 واحد 200 واحد 300 اكثر. احاول اقرا كل التعليقات. انت يعني خمس تعليقات ما لك خلق تقراهن. ما ادري شلون يعني هذا من بث يصير هيك. انا قله طرني انا احاول اكون يعني اكثر ما يمكن يعني احكي وياك كاخ مو صح؟ صح اكيد. بس قلبي والله العظيم يعني تعليقات انا من لما بديت بث على اليوتيوب. اوكي نعم والله يعني ما في تعليق يمر علي الا ما اقرا. واذا كان منيح شكرت صاحبه، واذا كان مو منيح ما تقرا. اتكلم ما بطريقه عادي يعني. لا انا تعليقات ما قريته. ليش لا انتقاد هذا ما بيشي. مين قال لك دقيقه مين قال لك ما قرات تعليقك؟ اللي كتبون بالدردشة يعني هاي ناس حقيقيين صح لو لا؟ حقيقيين صح. أكيد يا قلبي. أنا ليش أنا أشوفك يعني من كتبت لك تعليق ما أدري ضجت أنت ما على شنو السبب تضج ما أعرف. مع العلم أنا ليش كأنك ما تنك تنكت يعني. اعتبرني يعني مثلا أكثر خبرة منك بالمجال جيت أنصحك. أنا هسه كل ناس تنصحني يعني. على الرأس. كل حس تنكت ليش تنكت؟ بس والله العظيم أنا مستغرب ما عملت إشي غلط. أنا طيب. انا ما ادري والله ايش اقول لك انا صراحه. بس انا هي البدايه اذا غلط ترى ما يعني ما تنجح. مع احترام قلبي والله ما غلطت على احد. لا مو غلط ما غلطت انت. بس شنو انت من ما ترد على التعليق وتلبسه لو تغلط علي احسن. انا بالنسبه لي هاي لو غلط علي احسن ولا ما ترد علي يعني وتلبسني وكانه لا شيء. هلا بس سؤال. نعم. رحمة لأبوك وأمك وعمك وكل العيلة. الله يخليك. الله يسلمك. هذا مقلب سؤال. لا ليش أنا سمعت. لأنه من جد فرطت الدنيا عندي. لأنه لا يعني أنت جاي تحس يعني. والله العظيم اسمع. اسمع والله العظيم. لأنه. ما في تعليق يمر علي. والله العظيم الا ما اقراه. لا بس انا شفتك بس هذا مقلب لانه من جد لانه من جد والله العظيم خلاص فرطت شو اسمه توترت يعني من جد.
اي مو انا لا ما يعني حالي يعني ما بعرف لا بس انت تعليقاتي يعني عبرتها والله قلت وبالبث اذا ترجع تقول يا بان التعليق ما يعجبني ما اقرا ألبسه ما يصير هيك هذا مو صحيح صح لو لا ما قلت هذا الشيء كنت ابو البث واستوى قلت مقلت. تريد بس امدحك تريد مدح اوه والله ما عرف هاي قوي هاي ما ادري يعني كيفك عادي انا براحتك ترى هذا بثك وانت حربي بس والله مو كل شيء مدح بالدنيا انا إيه تريد تريد امدحك اصلا ما امدح انا احكي كل واحد طق بطق بس مو اللي يحكي طق بطق تقول له والله ما يعجبني تعليقك شمني اسمع بالله عليك نعم لانه من جد والله العظيم اعصابي راحت بداحيه من جد شو يقول يقول خاف من هذا خايف منك وادور الفكه يعني انه هو لا انا هم ابرر لك فهمت اي بس انا اتوقع هذا الشيء لان تدري ليش لا 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 مالي خايف قلبي مالي خايف لا منك ولا من اي ليش؟ احد يعني هذول الناس اللي شنو ما تتابعني طيب ليش يعني تحكي من تحكيها شلون يعني ما بي احترام تحسه مختنق يعني فايد عيب عيب عليك لا 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 عم انا اخاف منك لا مو تخافه مش المن خاف دعارك هو كان والله لا بس انت مو تقول ما اخاف منك ولا من اي واحد لا قول ما اخاف منه احترمه مثلا جاي اخذ نصيحته الرد عندك مشكله برد والله ليش انا صراحه يعني انا من ناحيتي يعني البثرة دي اوه يا طال اقوي يا ولد احترام من حقي احترام هذه وجهة نظر قلت لك تعرك يا بس مو هي جادر بس هيك شوفها اوكي يعني بعد ما ادري انا هذا بثك وانت حربي بس يعني ما انا خاف حتشي وتزعل يعني الالقاء يعني الاحترام ما شفته بالبث اوكي ابدي صح هاي الشغلتين احترام البث مفقودات من عنده اهدى ابو جاسم شو المفقودات الاحترام والالقاء والله وياك وانا عركي صار حكي بعد الاستمرار لا انا اسات الي بس انا شني انا يعني شلون اقول لك اخلاق يعني ما تسمح لي انه اسيء للمقابل حتى لو يسيء لي ابو جاسم طيب انا بشو اسات لك اسات لي من كتاب التعليق قلت انا ما ارد على تعليق هذا لا لا ما قلت ما ارد على تعليق بالبدايه من كتبت لي ان انتقدت كتبت ليش ما ترد السلام اليوتيوب يرد صح لورا نعم ابو البث مكروه شكرا لك حبيبي البث اليوتيوب يرجع لورا صح تقدر ترجع وتشوف هو انا بعدين كنت موجود تقدر ترجع خلاص يلا هذا واحد تقدر ترجع وتشوف يا واحد كاتب ابو العرك كله راح ينزل باليوتيوب يلا يا اخي انا ما اريد اخرب الليل حبيبي انا ما اريد اقول لك شغله انا اسف اذا اسات لاحد طيب واذا اصابت فمن الله واذا اخطات فمني ومن الشيطان شباب فاني اسف جميل جميع اذا اخطات بحق اي واحد لانه ما كان بخطي واعتذر منكم جميعا يا شباب ليش عم تخسروا أكثر من شخص استبعدته بدون سبب اللي يسوي السبام عم بيحظروه يا شباب ما في إلا احترام أو شيء من أنتم عم تفكروا فيه مجرد ما الواحد عم بيكرر تعليقه عم بينحذف بس عشان ما يصير التعليقات كلها تكرير حسابات فقط لا غير ما بعرف ليش الشباب كتير معصبين فيعني عادي ما كتير تفكروا أوقف قلت له بث فاشل مع احترام الصاحب لأن ما عنده أسلوب هاي غلط صح بس فاشل مع احترام صاحب البث ما عنده أسلوب أوكي شكرا لك صديقي فيك تغادر بكل لطافة يعني ما في داعي نورت الكل اللي موجود اي عصب إذا ما عجبك البث أنت حر تخرج أنا مالي جابرك قلت لك تضل مالي جابر حدا يا شباب أصلا صاحب البث ما يقرأ التعليقات ما
ما بعرف شو الموضوع، عم بجاوب يا شباب، عم بقرا التعليقات اللي بده حابب يحكي، فعم بقرا التعليقات يا شباب. اوكي متكبر، شكرا لك. وقف من وين جبتوا هاي السيرة يا شباب؟ I don't know. اوكي I don't care. شو بدكم تحكوا يا شباب؟ I don't care، ما بيهمني. ما أرى التعليقات، كيف بدي أرى التعليقات وأنا في نص الجيم؟ يعني فهمني يا شباب، كيف؟ كيف نرى التعليقات وأنا في نص الجيم؟ يا زورو طلع، ما فيك تدخل هيك. رح أكتب لكم تيم كود يا شباب، اللي حابب يفوت واللي ما عجبه البث ما فيه يضل، أنا مالي جابر حدا يا شباب، وشكرا لكل حدا حط لايك. من تواضع للي رفعه. للأسف عندك 2000 مشترك ومتكبر من هسه. ما بعرف صديقي أودين إذا عم يجيب لي من عنده متابعين لحتى يكتبوا أو يأثروا علي، فأنا ما حدا بيأثر علي يا شباب يعني، وأنا مالي متكبر، واللي عم يجيب هذا الشيء فهو حكي من عنده. عم حاول إقرأ التعليقات بكل ما أتاني من قوة، وإذا هو هذا أسلوبه فهو حر، أنا الفكرة ما بيأثر علي هاي أولا. ثانيا إنه إقرأ التعليقات دوما هذا الشيء ما موجود، يعني عم بحاول إقرأ كل ما يمكن وعادي يا شباب. عشان المودريتر ظل يتجاوز، المودريتر ظل يتجاوز، ظل يتجاوز. احترم نفسك، خليك تحترم نفسك. خلي اتعارك وين المودريتر؟ ولك وين كطلقنا حضر. اوه ماي جاد، شوف البوتات، اوه ماي جاد، انهم البوتات، جيش البوتات يا بوتات، هذول كلهم لا كلهم حقيقيين. متكبر، هاي اول مرة، اول مرة على فكرة واحد بيقول لي متكبر، يعني بعمري ما كنت متكبر. با وجهي وجهي هو ما يحكي بس جيني وجهي. شباب سووا ديسلايك، تعبير وجهك كلش كافي. شباب سووا ديسلايك. صراحة بلا حضر، ادروني شو عم بيصير بالبس. اذا كل هاد صديقي اودن يعني اللي اثر، فطريقة سيئة صراحة يعني اللي عم بيعمله، بس عادي يعني انه لا يقول او لما يجيب لما عم يجيب حسابات وهميه، او انه عم يقول للي عنده انه يجي يعملوا لي، فما بعرف شو هالحركه صراحه، حركه جدا سيئه خسيسه جدا سيئه. يسبك بس ما اقدر يا اخي، سب. المشكله اخلاق عالي، اغلط عليه. ليش تغلط؟ اعطوني مجال شباب، ليش تغلط؟ معنى اللي حضرته ال هيها المشرف، لاني هو اللي خرب، مع احترامي له يعني انا ما عملت له شيء، فهو ليش هيك عم يعمل؟ ما غلطت في حدا يا شباب، وصار سوء تفاهم مو اكثر، وما بعرف ليش هيك عم يتصرف. وهيك بنكون وصلنا للنهايه يا شباب، انطوا لايكات، لايكات شباب، لايكات يا ولد، كنا نشقى يا ولد، راح يسد البث، راح عزلناه ترى، محبك شقى ترى عزلناه. والله انا بديت ابكي. انا صراحة ما بقرا، بس صراحة فاجأتوني، اول مرة بحس هيك احساس باليوتيوب، يعني صلي مبلش السنة بس ما صار معي هيك شيء. اوكي الصدمة يا شباب، بدأ دقيقة. بس فجأة جيت بلشت فيني هجوم هجوم هجوم، هو كله هجوم. انا كله هجوم شغلي، ما كنت دفاع. الله يوفقك قلبي.